مساء الخير ملانا الكرام، مساء الخير على أحلى مشاهدين ومشتركين في قناة عالم الأجهزة الكهربائية. النهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد وريفيو جديد. الفيديو النهاردة معنا غسالة أطباق بيكو 14 فرد، الغسالة دي سيلفر، الغسالة دي بمفتاح ولكن على كارتة، زراير تاتش ولكن مش ديجيتال. بيكو دي من أنظف أنواع الغسالات، 14 فرد ولونها سيلفر. هنتكلم على مميزاتها وعيوبها. الغسالة دي شكلها من جوه بالشكل دوت، حجم الشبكة كويس جدا، الشبكة بتاعتها متحركة. عندنا هنا بينصح بمسحوق فينش، وأغلبية الغسالات النظيفة بتنصح بمسحوق فينش. عندي هنا جوه في رشاش وتانك الملح والفلتر. عندنا شبكة للمعالق والشوك والسكاكين. عندنا الشبكة اللي فوق برضو شبكة واسعة وكويسة ومحكمة، الرشاش بتاعها كويس. كمان مميزات الغسالة الأطباق دي إن الشبكة بتاعتها لونها سيلفر أو لونها رمادي، أنا بفضله أحسن من اللون الأبيض. ده التانك وده فلتر الرواسب، ده لازم يتنضف باستمرار، معمول من الاستانلس والبلاستيك. عندنا ده درج المسحوق، درج المسحوق بتاعه فظيع جدا، شكله تحفة وعملي جدا على فكرة يا جماعة، بيفتح بالشكل ده، بنحط المسحوق نقفله. هنا عندي ده تانك الزيت، هنا زي ما قلنا بينصح بالفينش لأن بيعطيك نظافة كويسة في الأطباق ما تجيرش، وخاصة الفينش الأقراص. هنا الغسالة عندي مكتوب أعلى كفاءة وأقل استهلاك كهربا ولكن عن المرحلة الثالثة السي، وده مؤشر مش كويس أوي يعني. بالنسبة للغسالة في منها اللون السيلفر حاليا اللي موجود، وده شكل الغسالة، أكتر من 4 برامج، 5 برامج تقريبا في الغسالة ديت أو 6، وبكده ده اللي هي 14 فرد. أما بقى بالنسبة للموديل التاني ده 10 فرد، ونفس البرامج، نفس الشكل، فتحة الغسالة، نفس اللون، أعلى كفاءة وأقل استهلاك كهرباء، ولكن ده على إيه أعلى حاجة، ودي كويسة جدا. ولكن حجم الغسالة من جوه هتلاقيه ملحوظ، 10 من 14، 10 شايفين حجمها من جوه صغير جدا ولكن شغالة برضو. بس 14 الشكل هيكون أكبر شوية والشبكة أكبر، نفس الشبك، نفس الخامة الغسالة، ولكن بيختلف في المقاس ونفس شكل الغسالة كله بالنسبة للشبكة اللي فوق والرشاش والفينيش بتاعها والشبكة السفلية والفلتر وتانك الملح، وده برضو تانك المسحوق نفس الفكرة بالظبط، ولكن الاختلاف في الحجم والاختلاف ملحوظ جدا زي ما انتوا شايفين. ده مكان الزيت. وبكده نكون احنا شرحنا الغسالة ومميزاتها وعيوبها، وياريت اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصله كل جديد. وسلام على أحلى مشاهدين.